دور الشباب كبير قوي في كوب 27، ولو اتكلمنا على اهتمام الدولة المصرية للشباب ومجهوداتهم اللي احنا بنلمسها، ومن وقت تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سدت الحكم، بنشوف قد ايه الاهتمام بالنشء، بالاهتمام بالشباب، الاهتمام بالطفل حتى من وهو جنين في بطن الام. وفكرة الاهتمام بالشباب احنا شفناها في مؤتمرات الشباب، ومن رحمها شفنا منتدى شباب العالم، وتطرقنا إلى أمور كتير، شفنا دعم المشروعات الصغيرة لحديث الفكر واللي هم لسه منطلقين عشان الدولة تضعهم على أول الطريق الصحيح في العمل، دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، رواد الأعمال الكثير والكثير من دعم الشباب من قبل الدولة المصرية في إطار استراتيجية كبيرة قوي هي دعم الإنسان. يمكن احنا بنتكلم على هذه الاستراتيجية لأنه من قبل كوب 27 وهي موجودة عندنا في أرض مصر، أرض السلام. دعوني أرحب بضيفي العزيز دكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، للحديث أكثر تفصيلا عن يوم الشباب في كوب 27. أهلا بك يا دكتور منور. أهلا بك يا هبة وكل السادة المشاهدين، وسعيد أن أنا موجود معاك النهاردة. في الفاصل دكتور محمد فوزي قال لي أنا عايز أبتدي برسالة سيادة الرئيس السيسي، لأنها رسالة سلام من أرض السلام. يمكن كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبكل فخر يحدث العالم من أرض السلام، من مدينة السلام شرم الشيخ، ورسالة هامة جدا من مصر، لأن مصر بتحدث العالم الآن. وقال أوقفوا الحروب، وهنا يقصد الحرب الروسية الأوكرانية. إذن مش عايز أقول مصر بتقود العالم، ولكن مصر أصبحت من أهم دول العالم، مش بس في منطقة الشرق الأوسط أو أفريقيا، لا على مستوى العالم، لاعب رئيسي ومحوري. مصر بتستضيف أكثر من 190 دولة حول العالم. كبار الزعماء، كبار قادة العالم موجودين هنا في مدينة السلام في شرم الشيخ، عشان مصر تحدثهم وهم يحدثوا العالم من مدينة السلام. كل الشكر والتقدير مرة تانية للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيأكد دائما وأبدا أن الدولة المصرية تمد يدها للجميع من أجل السلام. اسمح لي أربط الموضوع ده بنهج الدولة المصرية. إذا كنا احنا النهاردة هنتكلم في يوم الشباب، فرسالة السلام احنا بنشوفها مجسدة في أداء الشباب المصري والفكر الجديد اللي احنا بنشوفه. ماذا سيقدم الشباب اليوم عن طريق بقى وزارة الشباب والرياضة، الشباب المصري المتطوعين اللي احنا بنشوفهم بيشتغلوا على قدم وساق، وهم من الأساس لنجاح فعلا المؤتمر. يمكن لأنه بدون التنظيم الجيد مش هيبقى فيه مخرجات جيدة. ده حقيقة. يمكن الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، احنا ما موجود في شرم الشيخ من يوم من أول نوفمبر، تمام، عشان الإعداد لكوي 17 أو كوي 17 اللي هو الخاص بالشباب ضمن الاتفاقية الإدارية للأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ، وكمان عشان كوب 27 المؤتمر الخاص بالشباب اللي هو كوي 17، واللي كان خرجنا بيه بحاجة مهمة جدا، وهي وثيقة الشباب للسياسات العالمية الخاصة بالشباب، واللي تم تضمينها وتجمعها من كافة شباب العالم المشاركين في هذا المؤتمر. أكثر من 140 دولة شاركوا في هذا المؤتمر عشان يخرجوا بهذه الوثيقة، واللي تم تسليمها لسفير من وزارة الخارجية، وهيتم عرضها في كوب 27 والأخذ بها إن شاء الله ضمن التوصيات النهائية لمؤتمر كوب 27. الدكتور أشرف صبح النهاردة في يوم الشباب عندنا عدد كبير جدا من الفعاليات هتتضمنها، هيكون يعني نعرضها كده برضو للسادة المشاهدين. هيكون عندنا ماراثون، هيكون عندنا جلسة افتتاحية تحت عنوان اليوم الموضوع للشباب، وهو تقديم ما جاء في وثيقة أصوات شباب العالم اللي هي الوثيقة اللي اتكلمنا عليها. وكمان هيكون عندنا جلسة مهمة جدا عن مشاركة ونشاطات الأطفال لمواجهة التغير المناخي، وكمان هيكون عندنا جلسة حوارية بين الأجيال حول سياسات التكيف والمرونة الخاصة بالخسارة والضرر، وكمان جلسة حوار بين الأجيال حول حلول التخفيف والانتقال العادل، وكمان إفريقيا الشابة. إفريقيا الشابة أداة العمل المناخي، قصص من مصر والقارة الإفريقية. وكمان هيكون عندنا حدث خاص منظم من يانج جو ليوم الشباب والأجيال القادمة، وهيكون في كلمة للسيد الوزير، وكمان هيكون في جلسة حول التعاون مع برنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومؤتمر صحفي ختاما بهذا اليوم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة وسائل الإعلام.
للنهارده. انا بشكرك طبعا على السرد ده، لانه يعني احنا ساعات بنبقى في خضم التنقل السريع للكاميرات، يعني بنلاقي الاداء في المؤتمر سريع جدا عن انه حتى الكاميرات تلاحقه. خلينا برضو، وده طبعا دليل الشغل القوي جدا اللي في المؤتمر ده، وقد ايه العالم مهتم بيه. خلينا نتكلم كمان بشكل اكثر تفصيلا. وزاره الشباب والرياضه من اول نوفمبر حتى الان يوميا عندنا لقاءات متعدده، سواء مع مسؤولين على المستوى الدولي او على مستوى الحكومه المصريه، مع عدد من الوزارات وفقا للشراكات اللي بتعقدها وزاره الشباب والرياضه مع البرامج الدوليه ومع المنظمات الدوليه زي اليونيسيف والامم وعدد من منظمات الامم المتحده او التابعه للامم المتحده الخاصه بتغير المناخ والهادفه والداعمه لكافه شباب مصر. ابرز الموضوعات اللي بتناقشوها ايه؟ احنا بنناقش موضوعات كبيره جدا وكثيره جدا، يعني مثلا قافله المناخ اللي جابت كل محافظات الجمهوريه وصولا لمكان انعقاد كوب 27 او في مدينه شرم الشيخ. رساله مهمه جدا هو الحفاظ على المناخ. الحفاظ على المناخ، يعني باختصار شديد جدا بنقول للناس او لكل الشباب حافظوا على المناخ. دي كانت رسالتها باختصار شديد وبشكل مبسط للساده المشاهدين. حاجه مهمه كمان بقى، ممكن حد يسالني يقول لنا طب احنا انا هستفيد ايه انا باقامه المؤتمر؟ عشان ده سؤال، يعني عشان برضو نعرف فيسبوكاوي ده سؤال فيسبوكاوي. انا هستفيد ايه؟ لما تشوف بلدك بتستضيف أكثر من 190 دولة وقادة العالم وزعماء العالم عندك هنا في مصر، نعم، ده يعني دي واقع كبير جدا. 196 دولة بيقول إن مصر آمنة، مصر مستقرة طبعا، مصر خلاص جاذبة لكل الأحداث والفعاليات العالمية. كنا بنقول مصر جاذبة لكل الأحداث والفعاليات الرياضية، لا دلوقتي جاذبة لكل الأحداث والفعاليات العالمية. مصر بقت القبلة يا أستاذة هبة، مصر بقت القبلة لكل دول العالم. ممكن ده مكسب كبير جدا. احنا شايفين دلوقتي مؤتمر الاطراف، طب ممكن نربطه بالرياضه، الفعاليات اللي احنا برضو يعني معظم دول العالم كانت موجوده عندنا هنا على ارض مصر، من اول بقى بطوله العالم لكره اليد مرورا بقى بالاحداث كلها. طيب هو كان في ماراثون، 1500 شاب وفتاه شاركوا في ماراثون للدراجات بحضور الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات، وده كان ماراثون هام جدا جاب مدينه شرم الشيخ. كمان كان في برضه يوم رياضي امبارح على هامش كوب 27 برضه بحضور الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه، وكان في برضه دراجات. ليه دراجات؟ الدراجات هي اصبحت الوسيله الامنه والاكثر امانا على البيئه، وكمان هي اهم وسيله اقتصاديه دلوقتي. وزي ما قال الدكتور اشرف، كان عندكم كمان مبادره دراجتك صحتك. يمكن الدكتور اشرف صبح خلاص قال دلوقتي ان الدراجه بقت شريك رئيسي على هامش الفعاليات الدوليه، شريك اخضر، شريك اخضر مهم جدا بتحافظ على البيئه. صحيح. فعلا يعني كمان خليني يعني نقول ان وزاره الشباب والرياضه حاضره في كل الملتقيات الحمد لله، وكل جلسات وورش العمل داخل الكوب 27 مهم جدا عشان الشباب. خليني برضو نوضح للساده المشاهدين، ودي حاجه مهمه جدا، كاس العالم كره القدم هنربطها بقى بالرياضه. كاس العالم بيشارك فيه كام دوله؟ يعني دلوقتي تخطوا حوالي 32 دوله دلوقتي، تمام، في النظام الجديد هيبقى اكتر من كده النسخه القادمه. دلوقتي مصر بتستضيف 196 دوله. كاس العالم بيبقى فيه ما يقرب من 32 دوله بجماهيرهم بجالياتهم. طيب كاس العالم بيجي فيه زعماء وقيادات العالم، مش بالشكل، مش دايما ومش بالشكل اللي احنا بنشوفه هنا. طيب اذا المؤتمر ده بيعتبر اهم حدث عالمي او على مستوى العالم، وبيبقى فيه تجمع من كل شباب العالم، من كل قاده العالم، من كل زعماء العالم. اذا تحيه للدوله المصريه على استضافه هذا على فكره هو مش هدف المناخ فقط، لا وحاجه شايفين كمان جذب الاستثمارات والحاجات، ما هو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه على هامش المؤتمر، ده اللي احنا عايزين نقوله كمان، يعني دبلوماسيه القمه زي ما بنقول، مكسب كبير جدا على المستوى التسويقي، على المستوى الاستثماري، على مستوى السياحه وتنشيط السياحه. خلاص مصر بقت حاجه كده، انا فخور والله بجد، فخور ببلدي، فخور بقيادتي، لازم كلنا نفتخر بده، لان مصر خلاص بقت كده بالبلدي في حته تانيه خالص. بالظبط، مصر بتحدث العالم. قلنا قبل كده في ايام وقت ما استضافت مصر كاس العالم 2021 لكره اليد، مصر بتستضيف العالم، احنا كمان
مش بس احنا بنستضيف العالم دلوقتي، ده احنا بنستضيف العالم وبنحدث العالم وان شاء الله هنقود العالم. يعني تناولت موضوع السياحة في سياق حديثك، وده في تماس كبير قوي مع الرياضة، لأن في رياضات الغوص والإنقاذ وغيرها من الرياضات اللي بتدخل في إطار السياحة. فإزاي شايف برضو الدور اللي بتلعبه وزارة الشباب والرياضة في هذا الإطار، ودعم بقى من قبل وزارة الشباب والرياضة لوزارة السياحة؟ وهنا مهم قوي التكامل اللي بيحصل بين مؤسسات الدولة. مهم. وزارة الشباب والرياضة أصبحت شريك رئيسي لوزارة السياحة. طبعا. وزارة السياحة والآثار ده حقيقة، يعني عندنا أنشطة وفعاليات كتيرة جدا بنعملها سواء في شرم الشيخ أو بنعملها في مدينة الغردقة أو في كل الأماكن السياحية والأثرية، من ماراثونات وأحداث رياضية وفعاليات عالمية. والنهاردة هيكون برضه هيكون عندنا حدث عالمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هيفتتحه بالفيديو كونفرنس خاص بالاتحاد المصري لرياضات الشارع، وهيبقى فيه عدد كبير جدا من ستريت ورك أوت. فإحنا أنت هنا بتتكلمي عن الرياضه دائما وابدا شريك رئيسي في كل الاحداث والفعاليات العالميه، سواء حدث ستريت ورك اوت يا جماعه اللي هي الرياضات الشارع، اللي هي انت ممكن تكون مش محترف ولكن قادر ان انت تعمل بعض المهارات بشكل واداء معين، فتقدر ان انت تدخل بيها بطولات وبطولات عالميه بالمناسبه. ده حقيقه. ويعني اذا خلاص الرياضه موجوده بجانب الاحداث والفعاليات العالميه، بتدعمها بشكل كبير جدا، رسائلها هامه وواضحه، ويمكن الرياضه من اهم المجالات اللي بتحافظ على البيئه والتغير المناخي. قليلين قوي اللي اشاروا واللي ربطوا ما بين الرياضه والمناخ. لا حضرتك نربطها دلوقتي، يبقى احنا من الناس اللي ربطت أرجوك. الرياضه بالمناخ، يعني الرياضه يكون خير ختام لينا. اولا الرياضه هي من اهم المجالات اللي بتحافظ على البيئه. الرياضه ما فيهاش تكنولوجيا بتؤثر على الانبعاثات اللي ممكن تؤثر على البيئه. الرياضيين بيتاثروا بالانبعاثات الكربونيه، لك ان تتخيلي. الرياضه هي احد اهم المجالات الامنه للحفاظ على البيئه. لما نتكلم عن الرياضه، رياضه الدراجات زي ما قلنا هي من الرياضات الهامه جدا اللي بتحافظ بالفعل على البيئه كوسيله اقتصاديه، كوسيله امنه، خالية من الانبعاثات. وده حاجة مهمة جدا، من خلالها بنقدر ان احنا نحافظ على بيئتنا بشكل آمن وسليم. قبل ما تختمي بقى، كل الشكر والتقدير للدولة المصرية على ما تفعله من اجل المواطن المصري، مش بس حياة كريمة، لا ده حياة آمنة مستقرة راقية صحية وصحية. أنا بشكرك شكراً جزيلاً. صحية لأنها شباب ورياضة، وصحية لأنها أيضاً تتبع نهج استراتيجية بناء الإنسان. وكل الموضوعات دي هتطرح في كوب 27 الشباب، وهو اليوم النهاردة مخصص للعلوم والشباب. بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً، كل الشكر دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. دايماً بنستمتع بحوارنا معاك وبننتظره، ونأمل بقى في حديث خاص بالرياضة بعد انتهاء كوب 27 بإذن الله. تشرفنا في الاستوديو. أشكرك شكراً جزيلاً.